ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا هاتفيا من باريس الدكتور رياض عربي دقراوي، الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة. تحياتي لك دكتور رياض. دكتور رياض، برغم من قلة الأخبار عن كورونا هذه الفترة، إلا أن الإحصاءات تؤكد أن كورونا لم تنتهي بعد، برجاء اللقاء أو إلقاء الضوء على هذا. في عدد من الدول، وهذا على كل يعني يتبع دائما كل موجات تأتي بعدها فترة في ينخفض فيها الحال عدد الحالات الجديدة اليومية المسجلة، وبالتالي نحسب أن كل شيء على ما يرام وأن الوباء لم يعد موجودا وقد أصبح مستوطنا يعني فقط بشكل خفيف. ولكن في الحقيقة أنه يعني حتى في فرنسا مثلا عندنا حتى هذه اللحظة بين 25 إلى 50 ألف حالة يوميا، لو كان المتحور دلتا هو الذي يعني موجود وسائد كما كان من قبل في نهاية السنة الماضية لكان ذلك إشكالا كبيرا بالنسبة لنا، ولكن وجود أوميكرون هو الذي سمح بالتراخي قليلا. ولكن مرة أخرى أقول أن الوباء موجود، تنتقل الإصابة من شخص إلى آخر، يجب دائما أخذ الحذر. أنا مثلا فقط وبسرعة شديدة كان عندي اجتماع مثلا لانتقاء المناوبات لعدة أشهر القادمة في المشفى، وكان عندنا إنسان طبيب يعني كان عنده أعراض، وكنا في نفس الغرفة وأصبحنا وعلمنا في اليوم التالي أنه مصاب. وبالتالي يعني عدم أخذ الاحتياط ولو كان في الوضع الحالي الذي نقول أنه لم يعد هناك شيئا، يجب أن يكون دائما موجودا، الاحتياط يجب أن يكون دائما موجودا. لكن دكتور درقاوي، ما تفسيرك إلى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في بعض الدول عن غيرها؟ هو دائما يكون طبعا اللقاح ليس له علاقة، خاصة بالنسبة للمتحور أوميكرون ليس له علاقة. يعني إذا قلنا أن مثلا في أفريقيا بشكل عام هناك نسبة أقل من اللقاح وفي أوروبا هناك نسبة أكبر، ليس هذا هو السبب الأساسي. اللقاح يعني يمنع قليلا فقط الانتقال من 10 إلى 20% مع المتحور أوميكرون وليس أكثر. وبالتالي السبب الحقيقي هو قرب الناس من بعضها البعض، وهو مرض تنفسي ينتقل بسهولة، يكفي الرذاذ قليلا، أن تكون الغرفة مغلقة، أن يكون هناك إنسان عنده أعراض ومصاب بدون أن يعلم الآخرين، وبالتالي تنتشر هذه العدوى وهكذا تتابع انتشارها. فيروس أوميكرون يعني هذا يعني عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور رياض عربي درقاوي، الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة، كنت معنا عبر الهاتف من باريس.